في ايه؟ انا خايف الموضوع يكبر وتبقى فضيحه. انت عارف شغلنا كله في سمعتنا. انت غريب قوي يا اخي برضه. حد يعمل كده؟ عامل ايه يعني؟ هو اللي بيني وبينك ده شويه يوم ولا سنه، ده عشره عمر. انا جيت من بلدنا على الكليه لقيتك في وشي، ومن يومها واحنا مع بعض. طب عايز نعمل لك ايه؟ قول لي. دلوقتي اكيد شيري مكسوفه من اللي عملته مع جميله وتتمنى رضاها، فلو جميله طلبت منها اي حاجه مش هتكسفها. تمام، انت عايزني اكلم جميله عشان تكلم شيري وتتنازل عن المخطر. ايوه، انا مش هقدر اقعد هنا للصبح وبعد كده اتعرض على النيابه. انا ما اضمنش يعني التقرير الطبي اللي هتعمله ده هيبقى فيه ايه. انا ما رضيتش اكلم جميله دايركت يعني، قلت انت تعمل الموضوع ده. لا ما تقلقش، جميله دماغها كبيره وهتفهم. انا هخليها تكلمها وتخلص الموضوع ان شاء الله على خير. تعالى. شيري ما بتردش عليا يا جماعه. طبعا ملهاش عين ترد بعد ما اتكشف. هو احنا في ايه ولا في ايه؟ على فكره كل اللي هي عملته ده مش فارق لي. انا اللي فارق معايا دلوقتي المحضر والنيابه اللي هتتعرض عليها الصبح والفضايح اللي انتوا هتبقوا فيها. ما تهيأليش يعني انها ممكن ترفض لو انت حاولت تتكلم معاها. انا كلمتها ما بتردش عليا وهكلمها تاني طبعا. انت طيبه قوي يا جميله. والله يا ابني انت ربنا عوضك على الست اللي انت كنت متجوزها دي. عايزاكي تأمني لي على الاتنين اللي شهدوا على عقد جوازي، هحتاجهم كده في مشوار قريب. شكلك كده ناوي على نية سودة. وهي الواحدة يعني لما تدور على مصلحتها تبقى نيتها سودة؟ لا طبعا، دي تبقى خايبة لو ما عملتش كده. اديني هعمل كده. هتسجلي العقد العرفي صح؟ يعني بعقلك ده انا هحتاج الاتنين دول اعمل بيهم ايه غير ان انا عايزة اسجل العقد؟ حلو قوي، انا عندي واحدة صاحبتي شغالة في الشهر العقاري. غلط، انا سالت المحامي بتاعي قال لي ان العقد العرفي ما بيتسجلش في الشهر العقاري. امال هتسجليه ازاي؟ هرفع قضيه اثبات جواز، هخليهم يعلنوه على العنوان عندي هنا مره واتنين، ما يروحش يقوم القاضي جلسه في الثانيه في الثالثه هوب يحكم عليه يحول العقد العرفي لعقد جواز رسمي، وبكده ابقى حطيته قدام الامر الواقع. حلو، بس انت محيراني معاكي يا نرمين. انا بجد ما بقتش فاهماكي، انت عايزه ترجعي لزياد ولا تكملي مع هشام؟ هشام ده ايه؟ هشام ده انا بلعب بيه في وقت فراغي بس، ده بيترعب من مراته، شخشيخه في ايديها. اهو يعني اهم حاجه في الموضوع ان انا خليته محلل من غير ما يحس. طب افرضي يا حلوه قال لك مش مطلع. بقول لك بيترعب من مراته، يعني بمجرد بس ما اقول له انا هقول لمراتك قبل ما اكمل الجمله هيبقى مطلق. انت بتقولي ايه؟ بس العند وحش يا نرمين، انت ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل ما بينهم فيتمسك بيكي ويقول مش مطلق. حتى لو مش هتوصل لكده. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.